أب الذعاء ذيع السعد من كل ريح واللي يعد الحق يسلم لي على الشعب واحد والولا منا جميع الله يعز الدين ويعز الولا أب الذعاء ذيع السعد من كل ريح واللي يعد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين. بسم الله نبدأ برنامجنا وبرنامجكم ليالي المهرجان، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على المشاركين وأيضا جنوبات المهرجان ما فيها من فعاليات وأيضا الكثير والكثير من الأمور التي تخص هلبل بشكل عام. بدأ المهرجان العام الماضي وكنا متشوقين لهذه البداية، تنظيم وكذلك تنظيم في اللجان وفي الميدان، تنظيم في العمل الإعلامي بشكل عام، رأيناه انعكس على تكريم دارة الملك عبد العزيز للمشاركين العام الماضي، ونشكر ونقدر أيضا هذه الخطوة من دارة الملك عبد العزيز لإثراء العمل الإعلامي في نواحي جائزة الملك عبد العزيز. يمكن بداية المهرجان هذا العام أو في هذه السنة الثانية كتنظيم وكإشراف على جائزة وميدان الملك عبد العزيز نرى كثير من الأمور الجميلة التي تخص جميع فئات المجتمع، من أطفال، من رجال، من أيضا عوائل، من ناحية جلب هؤلاء العوائل وأيضا مسابقات الأطفال وغيره وغيرها. هذا الشيء ينعكس أيضا على تنظيم المهرجان وعلى بعده الثقافي كرسالة وكأهمية لذلك المهرجان. يحمل اسم المؤسس، لابد أن نقف كثيرا عند تلك اللجان وتلك الأعمال هذا العام، نرى التطوير من ناحية دخول الهجن هذا العام ولأول مرة، نتكلم عن هذه الفئة اللي معنا ضيوفنا هذا المساء بيتكلمون فيها عن وقع هذا الخبر عليهم كذلك، ودخول الهجن بقوة وجوائز كبيرة قد وتصل إلى 95 مليون ريال. المهرجان السنة هذه بدأ أيضا بجدولة تبدأ من 14/4 تنتهي كذلك بعد شهر تقريبا، برعاية كريمة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورعاية مباشرة من سمو الأمير محمد بن سلمان على المعطيات وعلى مشاركة هذه الفئات في المهرجان وأيضا دعمها ماليا. بداية مشاهدينا الكرام في أولى حلقات ليالي المهرجان، يسعدنا أيضا أن يكون معنا ضيوف شاركوا في هذا الميدان وشاركوا في أيضا تنظيميا من ناحية فئات المجاهيم، وبنستضيف إن شاء الله في بإذن الله في الحلقات القادمة والأيام القادمة هلبل والمشاركين في هذا الميدان، وقناة المرقاب ستكون معكم بالحدث وستكون معكم بالصورة، ستكون معكم أيضا في أخبار وعلوم المزاين بشكل عام بإذن الله. سعدني بداية أن نرحب برجل الأعمال هزاع بن حنيف، حياك الله هزاع. الله يسلمك، راعي سمحات الوجيه، حياك الله. الله يا مرحبا، تبقى يا مولاي، حياك الله. الله يسلمك. كذلك مشاهدينا الكرام نرحب هل الهجن لهم كذلك تواجد معنا، وبيكون معنا أيضا تواجد خلال الأيام القادمة، معنا أيضا عايض بمحيك. العايض الله يبقيك ويطول عمرك. يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويسلمك، الله يطول عمرك. يا مرحبا ومسهلا. وأيضا معنا الشاعر شارع بن شبيب، حياك الله. الله يبقيك طلال ويسلمك. يا مرحبا ومسهلا. نبي الليل قصايد عن البن. الله يسلمك ان شاء الله تسمعون اللي يعجبكم، واذا في غزل يعني ان شاء الله تسمعون اللي يعجبكم من جميع النواحي ان شاء الله. حياك الله يا مرحبا. مضمر العصر عبيد السبيعي، الله يسلمك، هذا لقب خطير مضمر العصر ان شاء الله، وقده قده قده ان شاء الله يا عبيد، مشكور على مقابلتك لنا الله يحييكم ان شاء الله. بداية يمكن يعني سؤال، لما نتكلم عن المزاين نتكلم عن جائزة الملك عبد العزيز ابو حنيف، نتكلم عن تنظيم وعن آلية التنظيم، وأنت أحد المشاركين فئة المجاهيم المياه العام الماضي، حدثني قبل المشاركة، حدثني عن آلية التنظيم وحدثني عن مشاركتك في العام الماضي.
والله التنظيم العام الماضي كان تنظيم رائع جدا، وهي كانت بداية، وكان الوقت يعني قصير بالنسبة لدارة الملك عبد العزيز، وشاركنا في فترة وجيزة حتى احنا يا اهل المنقيات ما كان عندنا الفرصة ان احنا نجهز، بس الحمد لله احنا يعني تغلبنا على بعض الامور والعقبات اللي واجهتنا، وشاركنا العام الماضي مشاركة يعني جميلة جدا، وفي شوط المياه مجاهيم، وكان شوط يعني ناري حماسي جدا، ووفقنا الحمد لله وفزنا فيها الحمد لله، وكانت أول مشاركة لنا. طيب أبو إحنا في يعني أتكلم عن المجاهيم بشكل خاص، وبنتكلم عن المجاهيم في الحلقات القادمة، هو الوضح والحمر والشعل. ممتاز. المجاهيم نرى فيها اسماء، نرى فيها دخول رجال أعمال الحين بعد ما كانت في وقت من الأوقات. والله المجاهيم هي البل، هي الأصل. لا يزعلون عليك الألوان الثانية. لا ما عليها، والمجاهيم يعني أهل البل والبادية متمسكين فيها، سواء في الجزيرة العربية من الربع الخالي ونجي من الجزيرة العربية. الجزيرة العربية بشكل عام وشقنا الخليج وربوعنا أهل الشرقية بعد متمكنين فيها، وأهل البل متمسكين فيها جدا، وشوطها حماسي ولها جمهور. العام كانت مسابقتها خطيرة ترى المجاهيم العام جدا، كان بن مرسان وكان بن لبدان. نعم. وكان بن نادر. نعم. والغنيم. نعم نعم. يعني كذلك من الأسماء، وكذلك سمحات الوجيه من ضمن هالمجموعة هذه كلها. نعم. والبلمقيمة ثلاث أرث عن أب الجد من ترثة سمحات الوجيه، وشاركنا تقريبا بحوالي 60 عجم على البعير إنتاج ما شاء الله، على البعير على وحيدان، على بعير مجهيم المري، ووفقنا الحمد لله. حلو حلو. التسجيل أيضا كان العام الماضي غير السنة هذه، فيها اعتذار وفيها حاجة. أكيد مش نعم التسجيل ممتاز. وهذه أيضا تحسب لدارة الملك عبد العزيز من ناحية إدخال الضمانات والتأكيدات لمشاركة أيضا المشاركين، وتأكيد مشاركتهم من خلال يا الاعتذار يا أنك تكمل، وهذا الشيء أيضا يحسب لدارة الملك عبد العزيز. قبل ما أنتقل لكم أنتم يا أهل الهجن، وبنتكلم عن الهجن وعن دخولها السنة هذه، مبارك لكم. الله يبارك فيك. هذا القرار وهذا اللي جانا للأمانة وأثلج صدور الكثير. نعم وخاصة. نعم. أنتم يا أهل الهجن. نعم الله يطول في حكومة الرشيد على رأسه خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، صراحة ما قصروا بأهل الهجن، ما عاد كفوا. نبي نتطرق فيه. كان حلم، هذا كان حلم لأهل الهجن، والحمد لله تحقق على يد خادم الحرمين. ما قصروا والله محمد بن سلمان بيض الله وجهه وخادم الحرمين. كانت هناك مطالبات بنتكلم فيها. نعم. ترى كثير. نعم. وكنت أتكلم أنا وبحنيف تحت الهواء عشان ما أنسى الفكرة. التسجيل وكل فكرة، وش الفكرة اللي كنت تقول؟ سم كفكرة في التسجيل. فكرة التسجيل. أنت تقول عندي فكرة فيها. التسجيل. تسجيل إبل. إيه. تقول عندي لها فكرة معينة. والله راحت مني. راحت من بالك؟ قالها بتجي. إيه نعم نعم. المهم التسجيل يكون لين بداية المزاين. أسبوع يفتحون المجال بعد البداية؟ قبل التسجيل مفتوح لين قبل المزاين بأسبوع، هم يسكرون قبل المزاين بشهرين. طيب يعني يكون قريب من المزاين، يفتحون يبقى أكثر فرصة. نعم. ويفتحون مجال للتغيير، يعني أغير من فئة 50% من المئة أو من الفردي من التلاد. زين. لأن في فرصة يعني شهر كامل جاتك فرصة شراء، جاتك فرصة إنتاج، يعني تعديل قبلك، فأنت يمكن عندك طموح في المئة أو سجلت في المئة ما عندك مقدرة على المئة، تبي الخمسين من سجل ما عاد يغير، ممكن نعم ما عاد يغير. نعم. هذه أسبوعين يعني أسبوعين زيادة. فالمفروض أني طبعا هذه فكرة جميلة، وكذلك يعني بعض الأخوان يمكن ما تجي الفكرة إلا قبل مزين. نعم. قل بشهر. نعم. قل بأسبوعين. نعم. يعني يمكن يكون جنب الصياح دوبلة جاهزة ولا بيغير ينقل مكان لمكان. طبعا جدول اشواط جائزه الملك عبد العزيز لمزاين الابل كما ترونها على الشاشه،
ستكون أيضا انطلاقتها في تاريخ 14/4 تبدأ بالفرديات كبداية بحوالي أسبوع كامل على الفرديات دق أيضا وجل. شعل حمر وضح ستكون في بداية وجهيم ستكون في بداية اليوم الأول. فردي جل سيكون المجاهيم والشقح الصفر الشعل والوضح والحمر اليوم الثاني والثالث الرابع والخامس. ستكون الفرديات دق وجل لها أيام موزعة في بداية المهرجان. الجمل 20 إنتاج ستكون كذلك مجاهيم وضح حوالي 5 أيام. بعدها جمل إنتاج 30 ستكون بعدها جمل 50 والمية ستكون في النهاية. يعني السنة هذه وضعوا جميع الفئات 30 جميع الألوان موزعة في أيام معينة، الخمسين في أيام معينة جميع الألوان، ما فيه أسبوع الحمر أسبوع الوضح أسبوع الشعل. يمكن هذه تجربة بنشوفها وبنشاهدها السنة هذه معكم. عبيد أنت تقول يعني الهجن أو شيء نبارك لكم فيها. الله يبارك. ثاني شيء كنتوا تقولون لي قبل الحلقة أن الأمير محمد بن سلمان وضع نقاط على الحروف وحنا نعم. أهل الهجن نعم. المكرمة السعودية نعم. ونحن المفروض أنها من زمان تكون موجودة عندنا. والله أبو سلمان كفى ووفى بيض الله وجهه، هذا حلم كنا نحلم بأن أهل الهجن حققه أبو سلمان. يعني من دعم ومن دعم ماديا ومعنويا وحس إن شاء الله بإذن من الأحسن لأحسن. مزينات الخليج كذلك كانت تجذب السعودي بشكل عام. أي نعم. وهي تعتمد على السعودي ولا لا؟ أي نعم، هذه كلها سبق طال عمرك اللي تفوز من الخليج في الإمارات وفي الكويت وفي جميع دول الخليج، هذه مشرية من السعودية. كل الهجن اللي فازت وخذت الرموز والسيوف من إنتاج السعودية، أخذوها الشيوخ هناك في الإمارات وفي الخليج كلها من إنتاج السعودية اللي طلعت من السعودية من هنا. وحنا إن شاء الله أولى وأجدر أن نطلع بشكل أفضل إن شاء الله. الحين أبرز الهجن هنا أصحاب الهجن في المملكة السعودية. والله من هم أبرز عشان نعرف الجمهور؟ نعم. في الهجن. فيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. الأمير عبد العزيز بن سعود. سعود بن نايف. والأمير تركي بن محمد مستشار في الديوان، وبدأوا يشترون مشتريات قوية الآن. يعني بدأوا يعني يستعدون لجائزة الملك عبد العزيز. كيف الاستعدادات لها الحين؟ استعداد يعني أي واحدة تسبق في الخليج في كرمز أو شيء بدأوا يتسابقون يشترونها. وهذه أول نجاح عندنا إن شاء الله. كان فيها أيضا مسميات عندكم أفضل إنتاج في الهجن، شاهين. نعم هذه سلالة وصوغان. هذه سلالة. هذه سلالات. سلالات هذه شاهين الكليلي. وعيالها انتجوا من افضل السلالات شاهين وجبار وصوغان وصيحان، يعني من السلالات الطيبه. والحراير عد واجده في حول الحراير وانتاج الحراير بعد مسجل لها وقفات طيبه وسبقات طيبه ومعروفه. طيب يعني انتم يا الهجن من قبل يعني المفروض انكم تحدثتوا وكان عندكم متحدث، كان عندكم اعضاء، كان عندكم امور. احنا الهجن ترى كثير من المكرمه السعوديه. اي نعم. ونرى مشاركاتكم في الخليج اكثر. اي نعم. ليش ما يعني كان لكم كلام ولكم صوت في يعني؟ ونشكر ايضا حكومتنا على تهيئه الجميع. اي والله نعم. تلك الهوايات لاصحابها من خلال عمل مؤسساتي، وهذا شيء جيد وشيء جميل امانه. نادي الهجن، نادي الإبل، نعم، نعم، وغيره وغيره. ما قصروا ما قصروا ما قصروا والله يعطيهم طولة العمر. لكن أبى أتكلم أنا عن جزئية الهجن وعن متحدثها وعن مسابقاتها قبل ما يكون ذلك القرار من سمو الأمير محمد بن سلمان. نعم. كان نالك مطالبات. نعم. من كان قائم عليها؟ والله قايمين عليها أشخاص معينين من أهل الهجن، ملاك الهجن هم يطالبون. كانوا يطالبون بس ما كان فيه الإعلام، كان ما غطى الشيء ذا ولا عطاهم. بالنسبة أنا أقول لك الإعلام. إحنا معكم في الهجن في الإعلام. يا والله أنت ما قصرت. الإعلام ظالمنا من أول. إعلام مع الظلم اللي يعني مظلومة فيه رياضة الهجن من أول. الإعلام بزود.
يعني الاعلام الحين استانسوا يا عبيد الحين والله الحمد لله الحين استانسوا نعم ما قصرت الحين الهجن ولها الحين جوائز نعم نعم رفعها نعم نعم يعني والتفت الالتفاته للامانه نعم وضع مثل ما قلت وضع النقاط على الحروف نعم اول ما كان في احد يوصل فكرتنا ومطالباتنا مثل قنوات يجونا يسجلون سباقات احنا نسوي سباقات ولكن ما شفنا في قنوات على مجهودات شخصيه يا ابو نايف يعني مجهودات شخصيه يعني انا كمالك هجن من تجار الهجن حط لي جائزه لاخوياي معتمدين على بس البيعات يعني مجهودات شخصيه ما في دعم حكومي ابو نايف ما كان محمد بن سلمان الامير محمد بن سلمان ولي العهد يعني صراحه نهر يعني فرحنا قفزه كانت في الاحلام نحلمها اول كنت تقول قبل شوي تقول ما كنا نحلم بها والله ما كنا نحلم بها والله الله يطول في عمره وابو فهد الله يطول في عمره يعني اقول كان الجوائز كان يجيبها مثلا واحد مثلا باع له بكره ولا بعير ولا قعود باع ب 400 300 500 جاء له الهجن وقال هذه ثلاث سيارات تستاهلوا ولا خمس سيارات ولا هذه المبلغ يعني الدعم تسابقوا عليه ما هو ما يدعم ان نطالب بعد بالشركات الشركات ما دعمت يعني ما قدمت في دول الخليج يدعمون على الشركات شرط اذا دخل مشروع او شيء انه يدعم رياضه الهجن بجوائز اي مشروع يدخله انه يدعم من الشروط والبنوك اللي عند من الشروط؟ الشروط عند الحكومه تشرط على الشركات اذا استلم مشروع من الشروط انه يدعم رياضه الهجن جوائز هذه اصلا لو تجيهم توصيه بس اتمناها يا ابو نايف تكون عندنا لو تجيهم توصيه ابد قاموا خلاص مع هذه الشركات نعم نعم ما اقول لك يعني الحمد لله سلمان حتى جوائز تصل ل 100 مليون ريال نعم اي أيوة والله جوائز فخمه وضخمه من افضل الجوائز من افضل جوائز في الخليج اللي الجائزه اللي موجوده الان نعم. الختام السعودي بيجي ختامي قوي بيجون طال عمرك فزاع هجن العاصفه تجي هجن الرياسه عيال زايد وبيجي المضمرين الكبار والمؤسسات الكبار كلهم بيحضرون في الميدان في الختام السعودي نتمنى صراحه من ابناء الاسره الحاكمه والتجار انهم تجار المملكه العربيه السعوديه انهم يدخلون منافسين نعم لابناء الخليج نبغى شيء يحمل يعني علم المملكه العربيه السعوديه في سلالات اجل هنا كانت وراحت الخليج نعم شروا السلالات من هنا كلها لا فحول ولا انتاج يعني افضل سلالات كانت موجوده عندنا في السعوديه انتقلت من السعوديه للخليج اي سبوق يشترون هذه بنتكلم فيها في النقطه الثانيه بس خلونا مع قصيده خلونا نسمع شيء فلبل شو مجهز لنا يا شباب والله ابشروا باللي تبونه قبل ما اسمعكم قصيده تلبل فيها اربع ابيات للوطن علينا حق والمناسبه بعد يقول هذه السنه المزاين غير عن كل عام نطور سيدي سلمان جعله يدوم اكبر فخر جائزه عبد العزيز الامام من كف سلمان اهل البلا تزيل الهموم كذا التنافس صحيح اللي بدون انقسام واللي بلا عنصريه بين كل العموم والجائزه فالمزاين جائزه للجهام واللي يشارك بها فايز ما هو بمهزوم. القصيده في البل يقول البل سعدها كل ما قالوا ترى بكره شديد هذا مثل معروف والبل تعرف هذا مثل معروف واهل البل تعرف حقوقها والبل هي اللي تستحق الشعر وبيوت القصيد والبل هي اللي تشرح الخاطر لقمت تسوقها والبل هي اللي ترفع السمعه وهي اكبر رصيد وانا نقيت بيوت شعري واستواء طروق ها هذه وسائل نقلنا يوم المغازي والمديد وهذه مراجلنا ومكسبنا لقالوا فوقها وهذه مواريث الرجال اللي تفيد وتستفيد ربعي متيه البكار اللي ما تاخذ نوقها وربعي مدلهت الغريب اللي يزبنهم من بعيد وربعي سهم الموت لقام التلوحة بروقها وربعي اهل الطارف واهل رضوان في اليوم الشديد اهل القصار اللي مضاربها ما يبرى عوقها واليوم في حكم اخو نوره راعي الرايه السديد الهلولة منه وحنا عهودنا ما نبوقها من غير قاصر من غير قاصر في الرجال اللي لهم مجدنا تليد الله يعز اللي سعى للبل وزين سوقها. الله صح لسانك. صح صح لسانك. رئيس سمحات الوجيه. احنا نشوف قبل شوي الجدول السنه هذه. وشفنا التنظيم من ناحية جميع الألوان مثل الثلاثين لها أيام معينة وراء بعض ما عاد فيه أسبوع للوضوح أسبوع للمجاهيم أسبوع التنظيم هذا أفضل من التنظيم العام الماضي بكثير لأن العام الماضي مثلا المجاهيم ثلاث أيام أربع أيام ويمشون
طيب والوضح وجميع الألوان. الآن جميع الألوان مستمرة في أيام المهرجان. حتى أنا ودي أعقب كأول حلقة من المهرجان، يمكن أبقى ألقي الضوء على يعني يمكن تكلمنا عن الجدولة هذا العام، وتكلمنا عن التوجه كذلك الإعلامي هذا العام، واللجان اللي تغيرت هذا العام لتكون مواكبة أيضا وموائمة مع متطلبات هلال بشكل عام. السنة هذه نقطة العبث أو العبث بالإبل بشكل عام حطوا عليها كنترول بشكل كبير. وش سووا السنة هذه؟ يقولي نكتشف فيه العبث يحرم الدورة هذه وخمس دورات قادمة. ممتاز. هذا واحد. ممتاز. يروح بعدين يرفع به إلى جهات مختصة للنظر في العبث قانونيا. نعم قانونيا. نعم. هذا شيء طيب ترى. نعم. وهذا يمنع العبث في البل، ويمنع ايضا نعم. الغش اللي كان الغش نعم الغش في نعم. عند اهل البل نعم. بعض اهل البل والله لو طبعا اختيارهم اللجان سواء النظر ولا العبث ولا التشبيه يعني اسماء يعني مشهود لها بالثقه والله يوفقنا وياهم. بس بالنسبه للعبث انا اقترح لو يحطونهم في مكان مثلا شبك محجوز ويمنعون دخول صاحب الإبل والرعيان على أساس لجنة العبث تأخذ راحتها في الكشف على الإبل. لأن يعني ممكن طبعا اللي في لجنة العبث من قبائل معروفة وبعضهم بيجامل أو بيستحيا وكذا أو حاجة أو عدم الإحراج، فالمفروض أنهم يحطون في مكان مغلق ما يخلون أحد يشوف. طيب ويدخلون اللجنة مع الأطباء ويفحصون الإبل ويقررون ويصير القرار جماعي بدون ما يشعر صاحب الإبل أو عماله من هو الشخص اللي مثلا ما دام حطوا هالقانون ذا يا أبو حنيف. نعم أكيد حطوا أمورنا أكبر نعم. نعم أنا أقترح كذا يعني متأكدين نعم. إنه قصد أبو حنيف يا أبو ما حطوا قرارات أنا عارف إنه ما يبي يوضح الشخص وأنا أقول ما حطوا يوضح الشخص وما حطوا هالنقاط ذي إلا أكيد حطوا رجالات معينة في اللجنة ولو زادوا من الشروط مصادرة الناقة يكون أفضل. الناقة المعبوث فيها أمرها تصادر على أساس يكون عبرها لغيره ولا يتعود. صحيح. احنا الان نبغى الابل ترجع طبيعتها اول. في ناس ضعفها نفوس نعم حيوان ما نحددهم يمكن صحيح يعني تعبثوا في البل صراحه بكثره نعم. يعني صحيح. يعني حرام يوقف السوق كذا كانوا نعم. في غش يوقف السوق. والشرايح والله الشرايح انا لي عليها مثلا راي يعني هم الان نفرضوا الشرايح اجباري على المشاركين وتقوم الزراعه بالواجب والامور كلها مرتبه. بس انا اقول لو حطت شرايح تحت اسم المشارك طيب فالمفروض انه يعفى من الوسم والشاهد، لان في ناس ما يبي وسم ناقته نعم. او في ناس مشاركين ما لهم وسم تجبره يحط وسم، بعضهم يحط حروف انجليزي وحط اسمه وحط كذا فتجبره. اول حاجه يشوه المطيه. وفي ناس يشترون ابل عشان مزايا يوسمها ويبيعها ويشتري ذاك ويوسمها تحصل للناقة رقبتها كان صبر. صحيح. فالمفروض ان يكون الوسم اختياري طالما ان في شريحه اعفى من الوسم. شريحه تكفي عن معلومات خلي الوسم نعم. اختياري مو نعم. اجباري اللي بيوسم يوسم مو بيوسم نعم. وسم في يعني طيبة. املاك هذا راي طيب قبلهم في المزارع ما تصلح حافظها ما في داعي يوسمها تضيع او ما تضيع او شيء. فالمفروض ان الوسم والشاهد يكون اختياري طالما ان فيه شريحه. انا جالس اقرا الحين المشاركين في المزاين هذا العام، نرى في الوضح مشاركه جمل 100 وضح كما هو ظاهر في موقع جائزه الملك عبد العزيز زي الابل. المشاركين بشكل نهائي هذا العام حسين هايف العتيبي، حمد راجح العجمي، خالد فهد بن حجنه العتيبي، بن مسفر بن زعاب البيشي، سالم عبد الله مطر البقومي، سليمان عبد الرحمن الحميد،
سمير زهيان انطيري، ظافر عوض القحطاني، عبد العزيز بن خالد بن عبد الله، وكذلك العتيبي، وكذلك عبد الله بن مطلق الفطيماني السهلي، عبد الله بن عبد العزيز المقبل، عبود بن هريسان المقاطي، وعمير بن فهد الروق القحطاني، فايز عامر عمير السويعدي، فراج بن فراج السبيعي، فهد بن راشد الدوسري، مبارك القحطاني، محمد بن ناصر الشهري، مطلق فراج شريم العصيمي، ناصر فنيسان قعيد السيحاني، ناصر خالد بن غتار العتيبي. يعني نرى مشاركة في فئة الوضح المواطن مطلق فراج، نعم مطلق فراج هو المواطن كذلك، وعمير بن فهد الروق يعني اللي أنا أسمي حامل لقب، هو العام الماضي كان أيضا في المركز الأول، مو العام الماضي ما شاء الله من السنين مسلم الماضي، لكن في جديد الدورة الجديدة أنا أقول حامل اللقب أبو فهد، وأبو فهد يستاهل متصدر دائما، يستاهل مسي بالخير، نعم مسي بالخير، وأيضا معه مشاركين كذلك، نعم زملاء متواجدين، ويمكن منافسة السنة هذه بتكون حلوة في فئة الوضح. حتى ابو فهد اخوه طرق كان مشاركته مميزه العام الماضي، وما شاء الله تبارك الرحمن عنده من في منقيته اللي لو اضاف عليها مثلها بياثر على الوضح بشكل كبير، تقدر تسمي منقيته الفرديات، يعني الفرديات هو كانت العام فئه الخمسين الوضح يمكن هي اللي عقدتنا العام، نعم نعم، من ناحية ترتيب الأسماء ومن ناحية المنافسة، المنافسة نعم. يعني لقينا في الخمسين الوضح العام منافسة كبيرة وتتجدد هذا العام، يعني لو في نظام عند اللجنة أن الجائزة تعطاها في محلة، المفروض أن طلق جائزته في محلة، أنت ترى شهادتك مجروحة، لا 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 بس هي ظاهرة، هي ظاهرة مو أنا، وحتى بكليفيخ الدوسري معه منافسة، أنا لما أشوف بكليفيخ العام الماضي نعم يعني تعب كبير، احنا صراحة اللي يجتهد ويشتري احنا من جمهوره، وش اسمه وهايس، طيب حتى أنا ودي أعدهم كلهم كأولى حلقات المهرجان المتسابقين، لا في الوضح لا في المجاهيم، لكن جميع المنافسين وجميع الأسماء القوية مشاركة السنة يعني بنسبة 98%. ليش؟ لأن الجائزة اللي سلمها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا يعني أكبر شرف، نعم يغري الواحد وشرف أنه يكون المشاركة بس في هذا شرف لأي شيء، وهذا شرف نعم. أيضا كبير يضاف للمتسابق لهذا العام، وشرف الهلبل نعم. يعني من ناحية التنظيم من ناحية هذه الأمور ترى طغت، حتى الإعلام اللي كان يتكلم عن المزاينات عندها صار يتكلم بأدب من ناحية نعم. هذا اللون نعم. كتراث كجزء من المعروف الشعبي، وهذا شيء طيب، وهذه أقلام موجهة نعم. بالاتجاه الصحيح. ليش؟ لوجود تنظيم، لوجود تنظيم جيد جيد، ولوجود نعم. رجال معينة جيد. وهذا الشيء اللي نجد انعكس هذا العام من ناحية بعض التصحيح للمهرجان أنت تقول الهجن 100 نعم. مليون الجائزة نعم. كيف تشوف القيمة الكبيرة في هالجائزة وهال والله انا احنا نشوفها يا اهل الهجن انها اقوى من الجوائز اللي كانت في الخليج كنا نتمناها، اقوى منها يعني والله صراحه فرحه كبيره. الجائزه 100 مليون طبعا، لكن دعم خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الامير محمد بن سلمان هذا اكبر جائزه لنا يا اهل الهجن، اكبر من ذي الملايين. اي نعم يعني اعطانا دفعه معنويه، احنا وقوفه معنا يعتبر هذه اكبر جائزه. طيب انتم عندكم السيده الميدان، الميدان اللي هو السيده اللي هو نعم الميدان اللي نعم ما يعرف من الجمهور نعم اللي هو ميدان الهجن الهجن نعم اللي الان في الرياض موجود عندكم. اي نعم. بعمل شخصي؟ والله بالنسبه لميداننا عمل شخصي من ملاك الهجن، ملاك الهجن نفسه نعم، كتكاتب اجتهاد شخصي منهم، يعني تعاون بينهم ومن مصروفهم الشخصي، يعني ما هو من دعم حكومي، هو وجوائزه وكل شيء. وبعدين ميدان يعني بسيط، يعني ما هو ما يرتقي للي ندربه، ودنا ان العاصمه ان يكون فيها ميدان مخصص
الهجة. طبعا تعرف الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، ما فيها ميدان يعني شيء غريب. خلاص دام الحين جاكم انتم مسابقة رسمية سنوية، نعم نعم، تتجهزون لها تعملون عليها، نعم، اكيد بيكون لها كثير من التبعات من ناحية ميدان وغيره وغيره. نعم هذا كلامك. الاشواط السنة هذه كيف حقت الهجن؟ والله اشواط واجد من فوق ال 270 او 250 الحقائق، بس يوم حسبناها 71 شوط فات الحقائق. ما شاء الله تبارك. نعم اي نعم، جايين الحقائق بس. والله متحمسين انتم يا اهل الهجن. اي أيوة والله بالحيل ميتين يعني، احنا كنا نشارك نتحمس نشارك. في جوائز 2 مليون ونص وشيله، هذه بالنسبة للمليون ونص، هذه الرئيسيات التاميات للفحول للفحول، هذه أشواط الزمول الشيوخ، أشواط الشيوخ هذه الرئيسية في السباق الختامي على يعني المليونين هذه في الختامي. احنا ودنا ان هذا المزاين، ودنا رجال الأعمال في المزاين انهم يمثلون المملكة العربية السعودية في الهجن، وهي مغير بكرة ولا بكرتين تشتريها وتشارك بها مع أهل الخليج وتأخذ الجائزة الرمز، ونقول الحمد لله هذا سعودي أخذ الجائزة وبيض وجيهنا ومثلنا لأنك بين دول الخليج كلها. الشخص ما يمثل نفسه. والله ما يمنع. نعم. ما يمنع. بالنسبة فيها دعم الآن للهجن. بالنسبة للشخص أو المالك ما يمثل نفسه. يعني هو يمثل المملكة العربية السعودية. الحين المنقية كملاك هجن جميعهم. المنقية يعني الحين كم تكلف المنقية كاملة؟ بالنسبة يعني كم؟ منقية عن منقية كم يعني؟ 100 مليون فوق ال 100 مليون وفيها بالنسبة دخول. طيب هذه البكرة، هذه البكرة طال عمرك السبوق اللي تبى تجملك وتمثل بلدك فيها قيمتها يمكن 2 مليون 3 مليون وتمثل البلد. هذه هوايات يا ابن الحلال. نعم ودنا نعم. انا هو انا لو اجيب لي بكرة هي كلها لكن دخول الامير عبد العزيز بن سعود في المشتريات الان وينافس ابناء الخليج في المشتريات من حرك سوقه شوي، والامير تركي بن محمد يعني دفعه قويه، لان يعني صرنا نحلم ان ناخذ الرموز حقت الخليج السباقات هذه السيوف والامور من دخول الامير عبد العزيز والامير تركي في المشتريات. اذا اخذ رمز واحد سوينا حفله احنا وانبسطنا وباركنا وهنينا بعضنا في الجروبات. نعتبر ان الاشخاص اللي ماخذينه ما هم والله ان نشجع. اذا شفناه في الشاشه في الامارات على رمز متقدم واحد من ال سعود ولا من السعوديين ان نفرح ونصايح ونبارك ويجي عندنا احتفال ما هو بسيط. حتى العصر لا تقابلنا بعد نسلم على بعض ونبارك. كانت عندنا ناقه اسمها شوده الامير سلطان بن محمد ابناء الامير محمد بن سعود، يعني خذت 7 سيوف. كنا مثل الكورة يعني جمهور الكورة، إذا حضرت في السباق تشوف العالم تطر الغتار تحب بعض من الفرحة. أنا شفت مقطع ذاك اليوم اللي جاء على الواتس هذا اللي نطر شماغه ويركض معها. نعم هذا يعني من حماس حماسهم هذا من جمهوره بدون شعور. هذا من جمهوره بدون شعور. يعني أن يا أبناء المملكة العربية السعودية كنا ماخذين كأس العالم. والله اقول لك لانه مثلنا. مثلنا لانه مثلنا في الحين. لو تقابل رفيقي كنت وياه الحين في الرياض وقابلته مثلا في امريكا ولا في دوله بعيده قابلته تفرح به وتضمه وتسلم عليه، وانت من اول لا شفته حتى يمكن ما تسلم عليه من بعيد وتمشي. ها احنا بعد لا من تقابلنا في اي دوله خليج وفاز واحد منا مثلنا بعد نفرح له وننبسط. الله يبيض وجهك وجهك. ترى في مجال يعني الهجن يعني حتى المهزوم اللي جاي وراك ثاني عادي عنده، يعني صح اني طايق لكن التنافس بينهم يعني تواضع عند الفوز وابتسم عند الهزيمه يعني عادي. يعني ما في زي العنصريه او يمكن الولد وابوه يتنافسون في الشغل واحد. نعم ممكن الاخوه. طيب الشرايه الحين في الهجن كيف؟ مولعه. نعم كم تصل يعني؟ والله المشتريات الآن 3 مليون بدون مليونين مليون وخمسمية مليون إيه أسعارها. ها آخر مشتريات يعني مبيعات من أخيانا بايع واحد من أخيانا مليون بكمين بايع له قعود مليون قبل السفر. يعني المشتريات بدأت ترتفع. جميل خلونا قبل نأخذ الفاصل نسمع قصيدة من يلا. الله نحب الغزل ودرناها على الهواء بعد الغزلي غزل بشبت النار ذي. نعم في قصيدة فلخ بندر بن شارع مسيب الخير
يقول سلام يا بندر ولد شارع، عسى عمرك يطول يا ابن دهران، انتخر اللي يردون البرا، جدك وابوك اهل المراجل والمواقف والفعول، كم واحد من فعلهم جرحى عطيب ولا برا، طبيعة ورثتها منهم عساها ما تزول، في المرجلة تتعب يا ابن شارع مشايخ ومارا، ولهي غريبة صيتك وسمعتك يا ذخر الزحول، اقولها من طنخة في الراس والهاج السرى، الله وهبك العز والامداح واعطاك القبول، ويفداك من لا ويفداك من لا يقطع الفرجة ودايم فذرة، ويفداك من لا يعشقون الخيل والبل والذلول، ويفداك من لا باع في الوضح الزيانة ولا شرى، لأنك نقيت اللي صاح الصبي فوق الرحول، جنك سوى ما فيهن اللي تقف وتعود وراء الطائلات اللي مع البدوان شهرتها تجول، كم واحد وده بها لكن حاديها الزرى، بنات هداج الفحل اللي من سلالة فحول، سلايل فحول النخب اللي ما جامعها اخشرى، هداج من هياف وانتاجه سلب كل العقول، بنته وهي حوارها اللي شفتها قلت اعشرى، وبنته لجت حقة تعدى جرمها كل الزمول، الله يعديهن عيون اهل الحسد والاقشرى، العاصفة والنايفة والطايلة لجا المحول، جنك على صوت المودة كل ابوهن ندرة وشواشة وجذابة اللي وصفهن وصفهن يهول، يا حي شوفتن صلاة الصبح وديرها ثرى، ويعيش من هو في هواهن ما سمع كل مهبول، يرعابهن دار الحياة من حيث ما هو يذكر، اقولها لك يا ولد شارع على حق وصول، ما قلت هلا بعد طيبك وصلني وانت اخبر، يا منوم سلادة اسمي في كل عام وكل حول، لكلابتن امجادهم عليكم زود، لكلابة أمجادهم كل سمع فيها ودرى، حماية الطير في هلال بالله ركبوا فوق الخيول، كم هجم تنقفوا بها وعيون رعيها ترى، وانت تمثلهم يا بندر، يا عسى عمرك يطول، أقولها واللي سمع يسمع ومن يقرأ قرأ، ولعليكم جزاكم الله خير. صح لسانك. انتم يا الشعراء ترى يبي لكم انتم شغل. ليش؟ والله انا كويسين. انت كويسين بس انتم في المزاين ها؟ تجيبون امور ما لها لزوم ترى. كويسين احنا نحسب الغير ها؟ والله كويسين المنشدين صح لا يزالون على الشعر المنشدين ما يمشون الا على كلام الشعر الحين احنا شعر النظم الحين ضبطوهم المنشدين من الشعر ابو نايف ضبطوهم ضابط الحين ابرك والله ابو نايف احنا شعر النظم محترمين كويسين اعلمكم علوم خلنا بس نخلص من الحلقه واعلمكم بعلومنا لكن ضبطوهم دارت المكد العزيز السنه هذه كذلك اضافه الى تلك القرارات ايضا كان هنالك كنترول معين من وضع لجنه للشيلات وشيلات المنقيات لهذا العام اللي توام مدح الابل بشكل خاص بغض النظر عن تاريخ الشخص وتاريخ رعي المنقيه المسابق مسابقه منقيه اثاره النعرات وايضا اثاره جميع الامور هذه كلها انطمست ونراها طول العام الماضي وهالسنه كذلك خلونا ترى الشعار اذا مدحنا ترى ما يا ابن الحلال انتم الشعراء انتم 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 البركه كلها انتم يا ما ننقص حقوق الشعراء لا يزعلون علي الشعراء ولا المنشدين الشعراء لازم انك تسايرهم وتمدحهم ولا العام الماضي درس المك عبد العزيز وضعهم العام الماضي احنا هالمنقيات ما يجوزون الشيل هلا حتى يوقعون على الابيات القصيده ان تكون يعني ما فيها نعرات وهذا شيء جميل ايضا فيها يعني نعم هذه فيها حتى يصير فيها تحديات ما لها داعي يعني فيها يعني الكثير من ايحاءات الشاعر تكون تحديات شريفه يعني شريفه في المزاين والرياضه بشكل عام يكون فيها منافسه نعم طيب فيها منافسه انت ما تنقص حق تحب الاكشن واضح انه يحب الشيلات واكيد طيب بس ما تنقص من قدر الثانيين يعني هذا نعم لكن الحماس والجمهور وكذا كل في حق نعم جميل خلونا ناخذ الفاصل وبعد الفاصل بنتطرق ايضا للمزاين من ناحيه الميدان لهذا العام وجديد المزاين من خلال برنامجكم للمهرجان كونوا معنا حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في ليالي جديدة من ليالي المهرجان في مساء يتجدد معكم بأولى حلقات هذا البرنامج الذي يستهدف أهل البل ميدان المهرجان كذلك جميع نواحي المهرجان من ناحية ما أخبارهم وعلومهم وما هي أيضا رؤية أهل البل في المزاين لهذا العام من ناحية التنظيم وغيره أرحب
ضيوف لهذا المساء رجل الاعمال هزاع بن حنيف، حياك الله. الله يسلمك، يبقي يا مرحبا ومسهلا. تبقى يا مرحبا البقمي، الله يبقيك طول عمرك. شاعرنا شارع بشبيب، الله يسلمك. حياك الله عبيد السبيعي، الله يسلمك ابو نايف، حياك الله. عايض البقمي، ابدا معك من ناحيه هذا العام، الاستعدادات لهلال البقمي كيف شفتها من وجهه نظرك؟ أهل الهجن أنا بشر. إحنا بنتعود على أهل الهجن. إيه نعم، هذه لازم تعودون الإعلام على أهل الهجن. أهل الهجن أبشرك كلهم مستعدين، واللي في الشمال أهل الهجن الحين متوزعين، مهم في اللي في الشمال واللي في نجران واللي في الجنوب، وكلهم طال عمرك حاجزين، طال عمرك عزب ومجهزين. الحين يقولون الميدان اللي بيصير فيه المهرجان للحين قفلت العزب فيه كلها فل. بالنسبة للاستعداد جاي طال عمرك ناس من الإمارات حجزوا عزب، وجاي من دول الخليج ومن المملكة العربية السعودية، وفتحوا لهم مخطط ثاني إذا الحين يقولون بعد امتلأ، يعني أكثر من 3000 عزبة أو 4000 عزبة. من يوم يا أبو نايف كل عزبة تلقى فيها يمكن حوالي 30-25، أقلها 15 مطية مجهزة للختام. ونايف من يوم أعلنوا الجائزة وتاريخ الجائزة، طبعا في ناس عندهم سبك بدوا يستعدون استعداد الآن جدي، من تحليل المطية، من تدريب، من غذائها، من أمورها، من عضلاتها، من صحتها، استعداد للجائزة. يعني كل من يحلم أنه يأخذ الجائزة هذا لو يجي ثاني ولا ثالث على الجائزة يعتبر إنجاز كبير. يعني مستعدين باستعداد جيد من الآن، مرابطين عند حلالهم، ما حتى يروحون لبيوتهم. أنت بتشارك أنت كلكم؟ إن شاء الله بإذن الله. كم عندك أنت؟ والله عندي حول 10. وأنت عايض؟ نفس الطريقة، عندي حول 15. الجوائز قد أخذت جوائز؟ متجهزين. والله أنا جد خذيت تسعيرة في الغوابة، حاطه حمدان الشيخ حمدان. هذا شيء جديد عندنا، في تسعيره في الهجن. هذا قديم الكلام. نعم، نعم، نعم. في تسعيرات في الامارات وفي دول الخليج، تسعيرات مقننينها، يعني مليونين البكره، 1,500,000، وكان في حاطين في الغويبه في الحساء الشيخ حمدان حمدان بن راشد حاط تسعيره 600 للبكره و500 للقعود. انا حصلت على معي في طيب سبقت. خلني اروح ابو حنيف وبتكلم انتم اهل الهجن، يعني فيه امور كثيره ترى علمتوني فيها. انا مفروض مستضيفين الهجن حلقه خاصه، انا ناخذ حلقه خاصه للمهرجان البرنامج، واقول لهم انجوا علينا السنين اللي فاتت كلها. بنكون معكم في ليل المهرجان هذا البرنامج مع اهل الهجن، تقاريرهم امورهم وكل شيء، وبيض الله وجهك. انت مسؤول انت عن بيض الله وجهك. ابشر، حاضر مره ابد ان شاء الله بنكون معكم في حاضرين، وبيض الله وجيهكم على اللفته الطيبه اللي الحقيقه انها ردت الروح لنا ثاني مره. ندعيكم، نبغى نشوف احنا يعني خبايا عالم الهجن. لا، عالم الهجن عالم ثاني، نسميه عالم السحر. انت من سماك مضمر العصر؟ والله اطلقوا علي اخوياي ميدان الرياض، كنت انافسهم تحدي بيني وبينهم في شرب فناجيل، وكل ما تحديتهم سبقتهم. قالوا ما فيك حيل، يعني مضمر العصر. ابو حنيف، المجهيم بتشارك انت هالسنه ولا انت مشارك؟ والله السنه هذه ما اتوقع اني اشارك. ليش؟ والله البلمي مستعده، يعني اكثر هالقحات، وشارك العام الماضي وفزنا، والسنه هذه نفتح المجال لغيرنا. فيها اسماء السنه هذه جت جديده في الهجن في المية، تشوف انها راح تكون منافسه؟ دخل احد جديد؟ ما اتوقع يعني منافسين على الاوائل قدام، يعني الاربع الاوائل، خمسه لا كاقل تقدير، لا خمس الاوائل معروفين ومتربعين على ارقامهم. خليه يذكرهم يا ابو نايف. لا اعرف انا البل يعني حتى كنت، ولكن جاءوا ناس جدد ونخبر حلالهم قوي، ولكن مو بالقوه اللي متقدم، بس ما تدري عن جهيم خطيره امورهم، خطيره من جهيم. حتى بعض الناس مرسان السنه هذه عنده شرايا وعنده امور كثيره، وهذا ترى شيء زين ترى لصالح المنافس. نعم، يعني قبل شوي نتكلم عن الشيلات. نعم، اذا صار في الشيل تحدي كذا يعطيك اكشن ترى في الفلفل. نعم، في بعض الامور ترى. نعم، يعني تحدي شخصي. نعم، وهذا الشيء ترى طيب مثل ما قال ابو حنيف. نعم، لكن المزاين هدفه الرئيسي
هو إحياء ألوان كثيرة، يعني رأينا تكاثر في الشعب، تكاثر لفئة نعم. الحمر ترى ما كانت ذيك الكثرة، نعم يعني بدأت تنتم فيها المزاين. الشقح الآن نجد بدأت لا جمهور شوش. لا جمهور نعم. العام الماضي كانت الأمير سلطان مسعود وعبد الهادي، يعني ثلاثة أو أربعة نعم أتوقع بس لا العام كان معه أربعة أربعة والموسى أربعة أربعة العام والموسى من الرابع والله ما يحضرني ما يحضرني لا لكن وكان نعم. الموسى السنة هذه نجد تواجد الشقح ونجد شرايع في الشقح، وهذه من أهداف المهرجان وتحريك السوق. تحريك السوق الشقح العام الماضي أربعة، السنة هذه يمكن 13 و14 هذا كويس يعني نقول يعني هذه محافظة على الألوان ترى تكثر بزيادة تسع السلالات وتوقع حطوا خمس أرقام ورفعها إلى العشر الآن عقب ما كثروا حتى الحمر جاهم قبل فترة أيضا زيادة في الجوائز ايه كان خمس ارقام والسنة هذه مددوها الى عشر هذه نعم هذه يعني من اهداف نعم. المهرجان نعم. ومن تجديد المهرجان ولا مقصرين اللي يعني حكومة الرشيدة يبون التنافس يبون الشيء الجيد كل ما وهم من زود لزود يعني ما يعني زودوا الجوائز هذا من صالح ودارة الملك عبد العزيز والله ما قصر على هذا نعم. التنظيم بيض الله وجههم جميع من فيها دارة الملك عبد العزيز عز الله انا ما قصر وابو حنيف الشرايع في المجاهيم السنة هذه ابرز الشرايع ايش سمعت انت راعي انت راعي ابل وراعي والله في شرايع قوية الفرديات اخذت اسعارها يعني بقوة والله ما اقدر احدد اشخاص بس يعني في اهل المية الاوائل بينهم منافسات قوية وشرايع قوية ابن مرسان شرا والله مثلا شراء بس ما اعلم ولكن يعني في السريه ابو سعيد معلن التحدي و شراء مشترى قوي من بس ما دكتور عبد الله السعيد معلن لا لا ابو سعيد ناصر مرسان امسي عليه بالخير امسي بالخير قال ابن مرسان الوعد في الزمان الجاي هذا السنه ابن مرسان والله ابو سعيد ان شاء الله وانت تقول وتطول يا ابن مرسان وجميع ايضا المنافسين اللي معك ايضا احنا والله نبغى المنافسه بينهم والابدان كذلك من الاسماء القويه في المجاهيم نعم ايش اسمه ايضا الغنيم الغنيم وبن نادر بن نادر متواجد السنه هذه البعير والبعير كذلك وماهر هي كلها لكن احنا نقرب دائما في البرنامج على المجاهيم اكثر يعني ايه المجاهيم لانه حلقتنا اليوم مع ابو حنيف لانه من المجاهيم العام الماضي بنكون مع ايضا الحمر الاسبوع الجاي بنكون مع الوضح الشقح جميع الوان المشاركه ومع الفرديات دق وجل بيكون ايضا متواجدين معنا. لما نتكلم احنا على المهرجان نتعرف على اللي شرواك بالامانه. شرواك الطيبه. واهداف المهرجان انه يكون مظله لجميع القبائل نعم والعوائل وهذا الشيء اللي من ثمرات هذا التواجد في ثلاث المساق نعم كذلك. نعم لحمه قبليه هذه. نعم. يعني اتكلم عن الوضح مثلا السنه هذه. نعم. انت كيف شفت المشاركه اهل الوضح السنه هذه؟ الوضح برضه يعني شوطها ناري جميع الفئات الوضح سواء الثلاثين ناري الطهيمي فنجان لم يكن ايضا من ضمن المشاركين ودائما نوجههم رسالات من خلال البرامج انهم يتواجدون ايضا في هاللون لتاثيرهم ايضا في السوق وكذلك تاثيرهم في المنافسه اثراء المنافسه نعم يمكن الوضح السنه هذه فيها الكثير من يعني في اسماء جديده اسماء جديده وفيها لا. كثير من يعني فلان بياخذ الاول فيها لا الترشيح حاصل بس ما نسبق الاحداث ما نسبق الاحداث يمكن انا ما قال ولكن الترشيحات حاصله من الان صحيح لكن نشوف عاد الميدان حميدان الوضع الميدان حميدان دائما هو ما يثبت خلاص هو الميدان ها نعم نشوف برضو السنه هذه الشعل والصفر مشاركة الأسماء القوية واللي شاركوا العام الماضي وأخذوا مراكز الأولى المشاركين هذا والله ما ننسى لقطع هرجك الصفر شوطها ناري السنة هذه نعم. المياه في يعني شوطها ناري دخول من دخول بنت غيثر بنت غيثر وحامل لقب العام الماضي نعم وقعيد وقعيد الشلاح نعم قوية قعيد وأظني بعد شبنان بيشارك الغيثات ففيها شوطها ناري وفيها فعلا مسوين حماس قوي في الصفر السنة دائما حتى الصفر يقول والله ودنا
مثل حنس ابو خير الله يمسيه بالخير العام الماضي يقوم قلت انت والطيماني قال يا اخي انا اتمنى 4-5 يجي فيها وهج اعلامي نعم نعم يجي فيها امور نعم. تخلي الواحد وهي الدعوه كلها عشان الدعوه المنافسه بالعكس نعم. انا اتمنى يكون في اكثر من لون نعم. الطيماني السنه هذه تواجد كذلك في الشعل مع غياب اسم حنس نعم هذا العام في فئه الشعل وهو ايضا المركز الاول العام الماضي ولكن ايضا الشعر السنه هذه بتكون ايضا قويه من ناحيه الحلا اللي موجود في هذه الفئات الحلا كله والشقح قويه طيب والشقح قويه وانا اتوقع جميع الفئات انها بيصير تنافس قوي ده كلها نعم احنا نتابع امير سلطان بن سعود والموسى بين برا من نفسه نعم. قويه جميع نعم. جميع الفئات بيصير فيها تنافس قوي بعد ما هو فيها واحد نعم. جميع الالوان بيصير تنافس قوي في بعضهم يبوا احنا في بيع هو فرم مزاين هو جاي بيشارك والله هذه سياسة مادة. لا هذه سياسة إذا ما هو حاصل على الأول ولا الثاني وعرف رقمه مثلا 4-5 ولو باع ما تأثر في رقمه فيبيع نسبه تناسب يتصرف اي نعم بيرجع طيب بيركز نعم. ورا بعد إذا باع مثلا كان رقمه 4 لا لا فيه فيه صح المنقية العام باع وتقدم وعرف الرقمه يعني ما راح حتى لو خلى عارف اللي عنده ما مغير على رقمه نعم صفقة ب 15 مليون 12 مليون يعني صفقة طيبة نعم وجاب رقم بعد هو بس في الوسط يعني لانه الاول الثاني الثالث معروفه فما راح ينافس عليها قدام في ناس العام الماضي لا انا ما بعت بس بعت في الصيف بعت في الصيف؟ اي على منافسين في السنه هذه؟ اي نعم مثل من؟ والله ما حد اسمهم بعد بعضهم ما يبغى والله عندك علوم من انت اللي انت بعلمنا فيها والله يا اخي بعض المشترين يكتمون اسرار عندهم تحفظات تحفظات وحتى تحفظات بعض المشتريات ما يجي مع منقيته خش عليه قبل المزاين بيوم يومين يفاجئ الجمهور منافسينا يعني نعم تعرف كل واحد منافس له جمهوره ومتحمس اصلا ما يحمس نعم صار السريه في هذه صارت هي صارت اكشن فيها اكشن ما نعم. يحمس من اول ما عندهم اكشن هم اول ما عندهم اول انا شريت كذا وعرضه فوق لا الحين يفاجئ الخصوم بمفاجاه هذه افضل شيء المفاجاه وما يحمسك على المزاين وعلى المشتريات الا جمهورك نعم يعني جمهور ابلك يا اول واحد وجمهورك وبني عمك وقبيلتك وجماعتك تبي تلومسهم نعم ما انك تقدمت الله يعينك عاد تقدم ما عاد رجعت وراء نعم المشتري السنه ذي في المزاين بالذات قويه جدا قويه ولكنها في الفرديات اما باقي الحلال والله السعر يعني اتوقع انه مرتخي شوي يمكن الشعر الصفر المجاهيم اخذت دورها من ناحيه الاعلام التوجه الاعلامي نعم الوضح كذلك يعني مستواها ثابت من ناحيه التوجه الاعلامي وهذا يعطي تنوع كثير في الجمهور ترى نعم انا اتوقع الاعلام بيتوجه للصفر اكثر مو متوجه للهجن والله الهجن على يدك ميتين على ذي الله اهل المجاهيم مظلومين لا ان شاء الله خلاص الان ايه الان مالكم حق انتم الان نعم اشتغلوا في المسابقه بعدهم عذر وعندهم عذر نعم نعم ما عاد لنا والسيده مجهزه لكم السيده الحين لها نظام معين نعم ارضيه نعم. معينه ارضيه كيف نعم ارضيه صبخه مثل الصبخه هذه الارضيه زينه الان قايمين على ميدان رماح تصليحات زفلته اناره تصليح الميدان ارضيته ستارتاته يعني حكومة تشتغل في الميدان يعني إن شاء الله بإذن الله ما يجي سباق إلا الميدان جاهز بإذن الله. جميل عندك تعليق أنت على السيدة؟ أبد في تعليق المهرجان؟ لا بالله طيبة اشتغلوا خلصوا هناك هم الآن يشتغلون الآن شغالين فيها نعم وين عن المهرجان؟ في الشرق المهرجان؟ عند شرق الميدان عند رماح نعم. شرق الميدان في نعم في شرق الميدان في شرق محافظة رماح شرق إي عند رماح بالضبط كم نعم. الطول موجود؟ 8 كيلو حلو نعم 8 كيلو فيها مجهز. كيلو ونص حق الوطنيين ولا يشتغلون فيه فيها 8 كيلو عاد الحقائق لها مسافه معينه حسب كلام اللجنه اللي طلعت على الميدان قالوا ان نسوي افضل من ذا على الميدان بس ما عاد مدانا يعني على الوقت يعني ما مدانا الوقت والميدان الحمد لله يعني في التطور جميل والله كانوا يكلموني الشباب قبل حق الهجن تحت الهواء قبل شوي عن انهم يروحون للخليج يشوفون مسابقات هناك ويقولون حنا أولى بأن تكون
المسابقات عندنا في المملكه السعوديه وسلالاتنا ويعني وحتى المشاركين اكثر من السعوديه الان انصفنا من ناحيه هالمزاين وهالجائزه مسابقه جائزه المملكه العربيه المزاين الابل لان نكون ضمن ايضا ركب افضل كذلك احنا ودنا انكم تحضرون في المهرجان تحضرون في تشوفون المشاركين كيف وكيف تنافسهم ترى بينهم تحديات انا اتوقع انها ازين من تحديات اهل المزايا احنا بأكشن اكشن ترى لان اكشنهم هم قوي اهل الهجن ما هم زي الحين يقول عنده تحفظات الحين ابو حنيف الله يجزاه خير عنده تحفظات كثيره لكن احنا مره واضحين واضحين مره انا بعد سنتين ثلاث بصير في تحفظات لا في تحفظات لا لا مره في تحفظات رشح فلان في تحفظات يا فلان عنده هم واضحين تو ردها نروح لهم بس لما تكثر المنافس عندهم شرايا احنا من زمان احنا زي كذا خلاص بيرشح رشح فلان بكرته فلانه فلان عنده البكره فلانه وفلانه مرشحينها على طول يتكلمون زي كذا ابو حنيف بالنسبه عندنا الان نهضه نهضه لرياضه الهجن ولا نرجع للقبيله نعم. ما يعني تغير وكذا تغير تطور رياضه الهجن لا مستحيل خلاص انا احب البكره مثلا هذه عند ابو متعب البكره دي سبوق وانا متابعها ارشحها هذا سبيعي عتيبي اي قبيله مره ما عندنا مشكله نحب الباكره ونحب راعيها ومضمرها ونرشحها على طول وجمهوره من جميع القبائل هذه لما تعمقت في المنافسه ترجع للقبائل لا 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 عنك أنت لا 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 أنت لا لا أمورك اليوم وجهة نظري أنا بالنسبة لا إذا شاركت أنت السنة الجاي أنا بشرف أنا على الشيء لا حقتك وشوف شو لا يا أبو حنيف بالنسبة للهجن ما فيها عنصرية قبلية مرة حتى المزاين ما في السابق ما في ممكن أنا شوف أنا استبعد عنصري حتى في اهل البلد ما ان شاء الله ما في عنصري يعني فيها فخر للقبيل تشجيع نعم فخر تشجيع لا التشجيع ذا ما جاء حماس المزايا هجن يعني انت الان لو ما في تشجيع من جمهور تيجي ببلك لحالك ما لها طعم ولا تحت بجاي تشدك البكره طعمك كانت في اخر الشوط ويا الله تعدي وعينها على الاول لا قربه ومن ال 500 متر الاخيره جتك بقوتها كلها ومستنفذة كل قواها واختمت على اللي كان قدام طال عمرك واخذتها الاول للحين لما شرى قام الجمهور واحد من قبيلتك اسمع لا شرى واحد من قبيلتك لك ناقه لكن مزاين سبوق والقبيله الثانيه ما بتشجع شلون؟ لا لما شرت واحد من قبيلتك شرها ناقه ايوه ومن واحد من قبيلتك سبوق ولا لا سبوق في الهجن ايوه واحد من قبيلتنا شارع ما بتشجع شجع من قبيلتك لا مو صحيح لا والله صحيح والله شجع السبوق ما علي من القبيله انت هذه ما فيها عندك عنصريه انت عندك عنصريه ونتهمك فيها انت عنصري ما عنصريه انا اشجع الزين انا ترى اي نعم سواء معي والله العظيم نعم اي قبيله نعم شجع الزين يختلف ولكن لما جات المنافسه يعني ما تبيني اشجعك السنه الجاي اسمع يعني انا اشجعك الان الكوره اسمع زين لو ما حد اختلف عليك هو ها ما حد اختلف جميع القبائل في نادي معين ما في لا 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 لو السعوديه مع دوله ثانيه هي. زين ولعب الدوله الثانيه احسن بتشجع الدوله الثانيه هذا غير لا مو غير لا حطيت العنصريه عالميه الحين لا انت الان تقول شجع الزين حجد مع الكوره شجع اللعب الزين طيب تعال المحلي انت رحت على العالمي خلينا محلي هنا نعم حتى لو يا شيخ بين النادي الهلال والنصر انت لو واحد من ربعك طال عمرك تجمع له منقيه جمع له منقيه ومنقيته لا تقنع تبي تقنع على البلد لا بعلم منقيته هو صافي منقيته هو صافي نعم وانت عارف انت راعي نظر وعارف ان منقيته مهيبه اخذت المركز الاول تبي تقعد تشجعه وتروح معه ماني ماشي معه اذا منقيته ما تاهلت بتجنب عنه نعم بتقول مشغول ولا انا عندي كذا اذا انه ما تاهله السبوق لها جمهورها ما عليهم من الشخص ما ما عليهم من شخصيه المدرب والله انا خلقكم بالراي هذا ليش؟ يعني انت شوف الان المسابقات اللي في دول الخليج زين كل دوله تشجع والله ابو حنيف بقول لك حاجه نعم. والله اني شفتها انا من واقع المزاينات اول شيء القبائل لها
تاريخها ولها دورها وعينا على راسها كلهم قبائل علم المملكة لها تاريخها كل الله في عالم سواء القديم أو بناحية توحيد المملكة مع المؤسسة الحمد لله كلها تحن ظلة واحدة لكن والله أني أشوف أنا ناس يشجعون فلان ترى الرجال تفرق رجال عقلية تفرق يعني ما أنت راح تشجع ذا يعني في بعضهم والله أخذك يا أخي ما في شيء رجل ما في داخله فخر للقبيلة نعم. هذا ما معتبر هذا ما هو لكن الآن اتجه إنه يكون للأشخاص واتجه إنه يكون لجميع أفراد المجتمع أول الكلام هذا الأغلبية ولكن ما ما يمنع عنك نعم أنا أقول الأغلبية أنا أتكلم عن البعض إيه نعم أنا أتكلم عن البعض الأغلبية بيشجع ابن عمه وقبيلته وكذا ما فيها شيء تشجع ابن عمه وقبيلته زين ولا يمنعك تشجع نكته الزينه ولا الشخص الزين ولا فيه ناس نعم. يعني يفرض احترامه على الجمهور وله جمهوره ولهم من قبيلته نعم هذا وكثير بس انا اقول لك الاغلبيه كل واحد مع قبيلته ما فيها كلام جم. وهذه يعني هذه اساس الحماس هذه اساس الحماس المزايا خلينا نسمع قبل نختم قصيده من ابو استيفن اللي علمتك فيها قبل الفاصل طيب بعلمك بوحده وبعدين والله فيه. والله الغزلية ترى اللي بالي بالك قبل شوي الله بخليه اختم يا غزلية فيه هاشتاغ قبل فترة من أفضل شاعر عندك يقول حمود ما غيره يشد انتباهي سيف البقوم اللي شبه حده رهيف من حقي أفخر به وماري وباهي لأنه ذخر من ينحر الحشو للضيف ولأنه هو اللي صح وجهنا وجاهي استاهلت الفنجال الأول من الكيف كيف الشيوخ البن مهوب شاهي عدولها الأول عديمة التواصيف هو عدنا اللي فشها بلالة راهي وحزامنا اللي لازم الحيف للحيف خصمني ضد خصام شعرنا دواهي صاطي ومبدع في جميع المواقف ببيوت شعر ضربها فالجباهي قولوا في علمه هياط وسواليف وشلون مفخر به وماري وضاهي مالي مقاصد في الكلام ومعاريف لكن هذه نظرتي واتجاهي أهل القنا والشلف والرمح والسيف تاريخنا بفعولنا عز ناهي ومجادنا بالفعل ما هي بتوليف والله رفعنا فوق والاسم زاهي ربعيس هم الموت ما فيهم ضعيف دلائل تقطع في جوج ومتاهي وجبال الثري لهبة عواصيف واسبابها زود الفخر والتباهي ببدع ابو عايض بكل المواقف عليكم زود على سؤالك طلبك عاد هذه مو طلبي انا طلب ايش اسمه لا قريحتك قديمه ولا الغزل احنا تاركين مبطي اعطنا غزليه والله غزليه قديمه ترى أربعة بيوت إذا البرد يشجعنا شوي يعني. إيه حقت نعم. شمالية نعم. يقول لا تلاعب في المشاعر يا اليهودي كل ما شخصت بالثوبة الرمادي أنت تحبك كأنها الحكمة السعودي حاكم قلبي مثل حكمة البلاد يعشقك وأغليك وبذلك جهودي ولو من تتمون معطيتك فوادي ساحر عيني يبرد فيك والخدودي ومشغل بالي وأنا رجل قيادي صحيح طلع جزاك خير بعد احنا قلنا غزليه ما قلنا شو اسمه الغزل هذا غزل ما شاء الله تبارك الرحمن صح لسانه قديم شاعر والله شاعر شادك تاج اي والله تستاهل كل خير ابو حنيف سم. وصلنا للنهايه في اولى حلقات ليالي المهرجان كلمه اخيره في نهايه هالبرنامج كلمه اخيره أول شيء أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين محمد بن سلمان على عطاهم اللامحدود في كل شيء وخاصة في مزاين الإبل والمورث الشعبي ونشكر برضه إدارة الملك عبد العزيز على تنظيمها وعلى اجتهادها وعلى فتح المجال لأي اقتراح من ملاك الإبل ومن البادية ومن المشاركين وتستمع وتناقش وتطور وكما معلوم من المزاين حيجز خلال 3 سنوات الآن مضى منها سنتين أو على وشك منها سنتين وباقي السنة الثالثة وبعد حيكتمل المزاين بشكل عام من ناحية عمليات البناء البناء والتنظيم والتطوير في نقطة مهمة نعاني منها هي هالإبل أو مربي المواشي بشكل عام اللي هي غلاء الأعلاف
يعني الآن كما معروف أن المواشي الإبل أو الأغنام يمكن نقصت نص السعر تقريبا، والأعلاف مثل ما هي أو يمكنها زاد سعرها. فالشعير هو العمود الفقري للأعلاف، لو نزل الشعير نزلت الأعلاف كلها. ونتكلم على البرسيم، البرسيم هذه مشكلته مشكلة، يعني العمال الوافدين مسيطرين على البرسيم، سواء من زراعته ومن حصاده ومن تلبينه ومن توزيعه ومن بيعه. والآن البرسيم ما هو البرسيم الأول، من أول خمس يعني خمس سنين تكفي حبة نعم. برسيم يعني فيها غش في الآن في الوزن، شفت؟ وحتى من أول برسيم حبة واحدة ما يشيلها الرجال. الآن شيء ثلاث نعم. الواحدة ما تعشي ناقة واحدة، يعني وسعرها كم؟ 20 22 5 وبيرتفع. الآن جاك البرد الآن بيرتفع كثار، بيصل 30. فالآن العمالة الوافدة مسيطرين على السوق، ولا في رحمة في البيع أبدا، وسعرهم واحد. يعني الآن تدخل السوق كلهم 22 واللبن واحد، ومتفقين على شغلة واحدة. نعم. نطالب أو نرجو من ولاة الأمر أن ينظرون في الموضوع هذا، لأنه تضرر منها كثير من المربي المواشي، يعني بعضهم يمكن يلحق دين في الشيء هذا، وأكثرهم شيبان متقاعدين، شيبان وبعضهم يعني هم بأهل مزاين حياته وعيشته وعيشت بيته وزواج عياله وسيارته كلها بالإنتاج الحيوانات هذه. الله يبيض وجهك ابو وجهك على الكلام. ايضا الهلل بشكل نعم عام. بشكل عام وايضا حضورك معنا وتواجدك في ولا انسى اشكرك يا ابو نايف على اللقاء هذا، واشكر قناه المرقاب اللي سباقه في كل علم طيب. الله يسلمك وحيك، وقناه مشهود لها. الله يسلمك ابو حيك وتشرفنا، واشكرك شكرا جزيلا. الله يسلمك، عايض رب قمي، بيض الله وجهك على الحضور ووجهك ويرحم والديك ويجزاك بالخير ولحظه طيبه. عندك شيء؟ نشكركم ونشكر خادم الحرمين ونشكر محمد بن سلمان، الله يجزاهم خير وبيض وجيههم جميعا. عبيد، والله اول شيء اشكر خادم الحرمين الشريفين على دعمه لرياضة الهجل ماديا ومعنويا، وولي عهد الامير محمد بن سلمان على دعمه. يلا يا اهل الهجل السنه هذه ونكون معكم احنا عاد. شوف شو شو الله يحييكم. الله يحييكم. نبغى لنا تغطية خاصة بإذن الله، شيء فريق يروح يم مزاين وفريق عندنا. نشكر دارة الملك عبد العزيز على وقوفها وتنظيمها ودعمها للمهرجان، لا مهرجان البل ولا مهرجان الهجن. كذلك نشكر قناة المرقاب، الله يسلمك، على رأسها رئيسها وأعضاها، ونشكرك شخصيا بإذن الله. بنكون معكم إن شاء الله بيض الله وجهك، وإن شاء الله بعد المهرجان بتشكرنا زيادة. بيض الله وجهك، ولا أنتم بصير. نبي شكرا واجد، ونبي ونبي كان فيه سبق عندكم وكان فيه ابشر ضمر لنا شو اسمه، ابشر ضمر العصر، ضمر العصر اذا ضمرنا وحده. نايف ابشر الله يهمك شيء ان شاء الله، بس انت تعال سير على باذن الله عندك شي. خلاص انا بكون معكم على طول. الله يحييك الشاعر شارع من شبيب. اولا اشكر الله سبحانه وتعالى، وعسى ان يحفظ الملك سلمان، اللهم امين، ولي عهد محمد بن سلمان، ويحفظ الوطن من كل مكروه باذن الله ان شاء الله. واشكركم انتم قناه المرقاب، مشرفين في كل. الله يسلمك، شرف مقدارك، شرفتنا اخوي شارع. الشكر لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام، بنكون معكم في هذا البرنامج الى المهرجان باذن الله لتغطيه جميع ما يحدث في ميدان مهرجان جائزه الملك عبد العزيز لمزايا الابل. سيكون معنا اتصالات هاتفيه مع ايضا يعني باذن الله نسعى ان يكون اكثر المشاركين معنا قبل انطلاق الميدان، وبيكون ايضا متواجدين معنا هل البل المشاركين وايضا هواة البل في هالليالي وهالبرنامج، برنامج ليالي المهرجان. كذلك بنكون معكم أول بأول في ميدان جائزة الملك عبد العزيز. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، ونلقي الضوء أكثر وأكثر على المشاركين وعلى أبرز الأسماء المشاركة معنا لهذا العام. تقبلوا تحية أخوكم طلال مرشدي، وإلى اللقاء. حبذا عاد عسعد من كل ريح واللي